مساء الخير مشاهدينا، ونجدد معاكم اللقاء في ليلة جديدة تجمعنا وياكم في ليالي الكويت، ونتمنى دائما أن نحوز على رضاكم بكل ما هو جديد ومميز. مساء الخير محمد. مساء النور، نور الليالي. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. أكيد تحية لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى، وأكيد اليوم معنا في ليلتنا مجموعة منوعة ومميزة من الضيوف اللي راح نحرص يكونون اكيد معانا مثل النوعيه، علشان مثل هذه النوعيه علشان طبعاً نحاول نرضي مشاهدينا. اكيد، ومشاركتكم معانا تهمنا اكثر، ونذكركم دائما في المشاركه عبر هاشتاغ ليالي الكويت، ونحرص دائما كفريق عمل ان نتابع ما تقدمونه وتقترحون علينا عبر هذا الهاشتاغ. اكيد متواصلين معاكم، ولكن نطلع فاصل وردي مره ثانيه. اليوم في ليالي الكويت، الدكتورة وفاء العرادي، دكتورة فطومة العبد الرزاق، علي صادق، والحديث عن أثر التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة على الطفل، أحمد هادي وفكرة هاشتاغ قولها صح، المهندس بدر المولى، والحديث عن مشاركته في برنامج رواد الفضاء. ليلة الفنان صلاح حمد خليفة، فن الصوت في ليالي الكويت. يا رب جيب الفرج. يحييها الفنان صلاح حمد خليفة غدا في ليالي الكويت. المهندس خلود الشهاب، وكيل وزارة المواصلات، في أول لقاء لها بعد تعيينها وكيلة لوزارة المواصلات. الأحد القادم في ليالي الكويت. يقولون الأجهزة الرقمية أو المعروفة بالذكية لها تأثير سلبي ومضار كثيرة على الطفل، أما البعض يقول أنها غيرت من عاداتنا وتقاليدنا الكثير، والبعض يقول أن الطفل أصبح كسول، وأسباب غيرها كثيرة. لكن في جهات مختصة تقول أن هذه الأجهزة سهلت على الطفل عملية التعليم وسهولة حفظ واكتساب المعلومة. ما بين هذا وذاك، راح نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتورة وفاء العرادي، دكتورة فطومة العبد الرزاق، علي صادق، الآن في ليالي الكويت. إذن مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا في البداية، موضوعنا اليوم هو الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي، الآيبادز
ما نبي نذكر التكنولوجيا بشكل عام. التكنولوجيا بشكل عام. نعم. معنا حاليا ضيوف راح نتكلم اكثر عن اثر هذه الاجهزه على الطفل ويمكن ترى علينا بنفس الوقت. اكيد بلا شك. نعم. معنا حاليا بالاستديو الدكتوره وفاء العرادي وكيل وزاره المساعد لقطاع الخدمات الاستشاريه والارشاد النفسي بمكتب الانماء الاجتماعي، وايضا الدكتوره فطومة العبد الرزاق استشاري طوارئ أطفال والصيدلة الإكلينيكية والسموم في قسم حوادث الأطفال بالمستشفى الأميري. حياكم الله معنا. حياكم الله، منورينا. الله يخليك. يعني اليوم راح يكون موضوعنا ما بين التكنولوجيا والطفل، هل نعم. هناك أثر مباشر على الطفل الدكتورة فطومة من خلال التكنولوجيا؟ طبعا التكنولوجيا هي عبارة عن سلاح مثل ما قلنا، يمكن بالكواليس يمكن كنا ندردش عن هالموضوع هذا، وراح نقول حق الجمهور، الجمهور عارف هالشيء هذا، انه هو عبارة عن سلاح ذو حدين، ممكن يستفاد منه لنفع اللي هو الطفل والإنسان يعني بشكل عام، سواء كان كبير أو سواء كان صغير. إذا أسأنا استخدامه ممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة. طبعا في اللي هو مشاكل قد تحدث نتيجه اللي هو استخدام التكنولوجيا، المشاكل قد تكون مشاكل صحيه، مشاكل سلوكيه، عده مشاكل اللي هو ممكن تحصل نتيجه استخدام اللي هو التكنولوجيا. نعم. من ضمن المشاكل الصحيه اللي ممكن احنا نتكلم عنها ووايد نشوفها حاليا خصوصا في السنوات الاخيره من عقب هالوسائل هذه، اللي هو مشكله السمنه. الاطفال وحتى ترى الكبار يقضون ساعات طويلة قدام اللي هو الشاشة، سواء كان الأجهزة يعني سواء كان تلفزيون على سبيل المثال، أو سواء كان لابتوب أو سواء كمبيوتر. فبالتالي الوقت هذا اللي يقضي قد اللي هو يمنع الطفل أو حتى الإنسان البالغ من ممارسة الرياضة. إنزين، فبالتالي يؤدي إلى السمنة. ناهيك على أنه هو ممكن يأكل وما يحس بنفسه لما مثلا يكون مثلا على الشاشه نفسها سواء بالتلفزيون. نعم. اي نعم، فهذه المشكله هم تؤدي الى السمنه اللي هو زياده الاكل وما يحس بنفسه. نعم. من ايضا من المشكلات اللي ممكن تصير اللي هو قله النوم، الارق، اضطرابات في النوم نتيجه ان الشاشه نفسها قد تؤثر على اللي هو هرمون موجود في المخ اسمه هرمون الميلاتونين، هو المسؤول عن دوره النوم نفسها. نعم. فلما الطفل او حتى الانسان البالغ يشوف الشاشه في ساعات معينة ومتأخرة من الليل قد يؤدي إلى طبعاً اضطرابات في النوم. في مشاكل ثانية ممكن تحصل أكيد، ودنا راح نتعرف عليها بتفصيل أكثر. نعم. نعم، لكن حابة أنتقل أيضاً للدكتورة وفاء، هذا الإدمان اللي نعم. قاعد يحصل للأطفال. نعم. هل سبب الفراغ الكبير اللي هم قاعد يعيشونه أم ضعف مراقبة الأهل واللي قاعد تسبب في النهايه كل هذه السلبيات؟ شوفي، الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها كلها اسباب مجتمع للامانه. نعم. يعني ما احط اللوم على الاهل، ما احط اللوم على الفراق، ما احط اللوم على الخادمه، يعني ما احط اللوم على سبب واحد فقط. نعم. الاسباب كلها مجتمع مع بعضها البعض. يمكن العامل الاول والاخير اللي انا دائما اركز عليه اللي هو الاسره، الاهل، التوعيه، الاب والام. الاب والام يعني تقنين الساعات أو عدد الساعات اللي ممكن يقعد فيها الطفل ويقعد يشاهد فيها هذه الأجهزة ممكن تضبط بمعايير داخل البيت. نعم. تنحط له ضوابط، ينحط له رولز، ينحط له نظام في داخل البيت. يعني أبسطها يمكن أنا أشوف إذا أطلع مثلا على سبيل المثال، أعطيك مثال. نعم. أبسطها مثلا إذا أطلع جمعية الساعة 11 أو 10 ونص نظرا لظرف أو يعني معين لحاجة معينة للبيت. جميل. والله أشوف أطفال بهالعمر ست سبع سنين بداخل المطعم أو وخلال داخل أيام الأسبوع أيام الأسبوع ووالدتهم وياهم دكتورة فطومة. فأستغرب لأن أنا عندي طفلة بعمر 9 أو 10 سنوات 7.5 بالتوقيت يوميا او 8 بالكثير بالفراش. الطفل يمكن الدكتورة فاطمة فطومة تدري عن هالموضوع هذا، حتى ياخذ قسط كبير من النوم والعمليات العقلية والعمليات المعرفية تشتغل بصورة صحيحة وإيجابية بالفترة الصباحية في المدرسة على الأقل 10 ساعات على الأقل. لأن هذه لأي فئة عمرية عفوا دكتورة؟ 6 7 سنوات اللي هي المرحلة الابتدائية ابتدائية للمتوسط. لأن كل ما احنا نزيد في العمر كل ما تقل عدد ساعات النوم نتحملها. نعم. يمكن احنا الكبار البالغين ننام 4-5 ساعات
عندنا ما عندنا أي مشاكل، ولكن الطفل 10 إلى 12 ساعة وهذا يعني في المتوسط. نعم. فالأسرة أنا أقول لك هني الأسرة بالإضافة إلى عوامل ثانية هي اللي تقنن عدد الساعات. وعلى فكرة الأطفال يمكن في بعض الأسر تقول إحنا ما نقدر نتحكم فيهم. غلط. صحيح. كنت جاية بسألك هذا السؤال. هذه الشكوى اللي دائما أسمعها من الأمهات تقول ما أقدر عليهم. تدري عزيزتي بأن الطفل إذا ما عاش على ضوابط وقوانين ما يقدر في الحياة. هل هذا موجود عندنا المجتمع الكويتي؟ دكتورة وفاء شنو بالضبط اللي موجود؟ القواعد والقوانين اللي تمشي عليها مو يعني للأسف مو كل في بيوت موجودة. نعم. وفي بيوت مو موجودة. أنا بسألك سؤال إذا سمحت لي، أنت والدكتورة فطومة. نعم. الحين أمام هذا الهالة الافتراضية والعالم الافتراضي اللي موجود عندنا، أبنائكم في لهم قواعد لاستخدام السوشيال ميديا والتكنولوجيا دكتورة؟ نعم. وفي ساعات معينة حق الأطفال. نعم. وعلى حسب اللي هو الفئة العمرية نفسها. يعني واحنا نطبقها ترى على عيالنا وعيال خواتنا وعيال اخواننا وحتى ترى معارفنا واهالينا. الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال وحتى منظمه الصحه العالميه محدده ساعات معينه للي هو الشاشه نفسها او الاجهزه الذكيه. المفروض الطفل اللي يكون عمره اقل من 2 ما يشوف كلش لا تلفزيون ولا يتعرض حق اللي هو جهاز بالمره، الا اذا كان الطفل عمره ما بين 1.5 الى عمر 2 يقدر اللي هو الأم مثلا أو الأب أو حتى مثلا الأخت الكبيرة ممكن اللي هو توري فقط اللي هو المكالمات الفيديو على أساس يتواصل مثلا مع أهله سواء في الكويت عن طريق الفيديو أو مثلا خارج الكويت. نعم. الأطفال اللي هم أكبر من 2 إلى أقل من 5 إذا من 2 إلى 5 لهم ساعة واحدة في اليوم بس فقط بس، وتكون هذه حتى الساعة هذه تكون موزعة ترى على اللي هو 24 ساعة. يعني مو ساعة كاملة. مو شرط يعني ساعة كاملة للطفل مثلا يقعد يشوفها، لأنها تكون مثلا موزعة. الأطفال اللي هم يكون أعمارهم أكثر من 6. نعم. لازم مو يعني أقل شيء 2. طبعا وهم يعني توصيات نفسها قالوا إنزين إن كل ما قل عن 2 حق الأطفال اللي هم أكبر من 5 وكل ما مثلا الفئة العمرية اللي أنا ذكرتها أقل من 1 قضوا الوقت يكون طبعا أفضل. وعلى فكرة ألعاب الفيديو المفروض الأطفال اللي هم أقل من 13 ما يمارسون. دكتورة هذا كلام على حسب اللي هو التوصيات. تسمع الكلام دكتورة كلامك صح، كلام هذا كلام الدراسات أكيد ما عندنا مشكلة. بالواقع دكتورة وفاء بالبيت هل يستخدمون على حسب الفئة العمرية؟ هذا ساعة هذا 2 هذا ما يستخدمه كلش؟ طبعا تطبيق الساعات اللي تفضلت فيها الدكتورة فطومة صعب جدا. نعم. ولكن احنا مساعة قلنا على الأقل نحاول ان احنا نتوصل لساعة تكون لا هو ممكن ان الأسرة تتدمر او الأب والأم يتدمر ولا الطفل يتدمر بالنص. يعني احنا ما نبعد بنمنع هالشيء هذا، لان في النهايه هو راح يقارن نفسه بالاطفال الاخرين بالاخرين. نعم. ويجي حق الام او يجي حق الاب ويقول ايش معنى فلان يمسك الموبايل اكثر مني، ايش معنى صديقي وامه تسمح له وانت ما تسمحي لي. في هذه الحاله شنو الحل؟ لا مو شنو الحل طبعا. ليش ما يكون في توعيه شامله لكل الاسر طبعا بالكويت بحيث انه يكون الوضع هو نفس الوضع في كل البيوت؟ طبعا. شوفي هذا احنا دائما نقول ان في شغله في علم النفس احنا دائما نحاول كثر ما نقدر نعمم هذه الثقافه اللي هي ثقافه الوالديه الايجابيه. منها تقنين عدد الساعات في استخدام الاجهزه التكنولوجيه حتى لا يكون عندنا فيوز اللي هو سوء استخدام، لان كل ما يصير فيه سوء استخدام يدخلنا في مشاكل كثيره. طبعا في مشاكل كثيره. يعني يمكن الدكتوره فطومه ذكرت في موضوع يعني يمكن هذا اللي ابي اتطرق لموضوع المشاكل الصحيه. في مشاكل اخطر حتى من المشاكل الصحيه، في مشاكل مصاحبه للمشاكل الصحيه اللي هي الاضطرابات النفسيه. بالضبط. يعني عندنا مشاكل مثل التوتر، عندنا ضغوطات. ما تلاحظون الاطفال في عمر 6-7 شخصياتهم متوتره، عصبيه، عدوانيه، اجريسيف، وهذا يظهر ترى في السلوك المدرسي، في السلوك العدواني اللي يصير في بينهم وما بين الاقران اللي هم في نفس العمر وياهم. فغير كذي العزلة الاجتماعية الانطوائية، الاكتئاب الشديد، غير كذي التنمر. يعني احنا وايد في 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 قضية دائما نتكلم عنها عن طريق وسائل الاعلام اللي هي التنمر. التنمر من وين؟ يعني الشخص يتنمر على الاشخاص الثانيين، يصيب الحقد، يصيب الحسد، الغيرة. نعم. تدرين ان في اكثر المشاكل
وحالات الطلاق والتفكك الأسري تحصل في فصل الصيف؟ ليش؟ تبتسأليني؟ أقول لك أن الأسر تأخذ سيلفي وهي خارج الكويت في سفراتها. فالأسر اللي ما تستطيع السفر تقعد وتتحسف وتتحسر على عمرها، وحتى للأشخاص نفسهم. أنا توقعت بتقولين فراغ الأطفال وهم لا 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 يجابلون السوشيال ميديا أكثر. أكثرية المشاكل وحالات الطلاق والتفكك الأسري تصير في شهر 6 و7 و8. إجازة صيفية. لأن السيلفي شكل، يعني إحنا قلنا مساعة سلاح ذو حدين، السيلفي شكل مشكلة كبيرة في عالم السوشيال ميديا. نعم، للأمانة. وهناك من الألعاب الإلكترونية ما تؤدي للانتحار. طبعاً. شفنا في مع في في, في ألعاب كثيرة. في نعم. عندك لعبة مثل لعبة الحوت الأزرق هذه اللي هبوا فيه الببجي وما الببجي والأمور هذه كلها. يعني أنا بنتي في 9 سنوات تيني ذاك اليوم تقول لي شنو قصة هالحوت الأزرق؟ فلما فهمتها هي ما كانت تعرف الموضوع. نعم. راحت وقعدت مع صديقاتها فقالت لها هذه الموضوع خطير. وترى والطفل ترى يوعى، يمكن انت تقولين ان الاسر حتى ترى الطفل يوعى. الطفل ما تحطين الخطوط الحمراء في حياته في بدايه حياته، صح، وتتابعينه وتشرفين عليه من بعيد لبعيد ليوصل الى مرحله ال 21 سنه اللي هي فتره الرشد. ها نعم، خلاص يمشي في هذا الخط. ولكن اذا من البدايه من البيسك خليتيه يتخبط في حياته، بس ما توصل لهذه المبالغة. احترم كل الدراسات اللي موجودة. نعم. لكن ما اعتقد الى هذه الحد من الخطورة ان تكون بالسوشيال ميديا كذي. والله في 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 حالات وصلت عندنا بالكويت. أي. في حالات وصلت الى دشت في نوبة الاكتئاب الشديد، احنا نسميها ميجر ديبرست يعني او ديبرشن، اللي هو نوبة الاكتئاب الشديد، وحسوا باليأس وحسوا بالإحباط وانعدام الذات وحتى قلة الثقة بالنفس. انت الحين بالسوشيال ميديا شنو تشوف؟ عطني شنو القضايا اللي تشوفها حتى انا ارد عليك فيها. كل شيء جميل تبتدي شو تسوي؟ يبتدي العقل عندك يقارن ما بين هذا الشيء الجميل والطبقة على حياتك والواقع انت. اللي انت عايشه والواقع اللي انت برافو عليك والواقع اللي انت عايشه فيه. نعم جميل. دكتورة انا حابة انتقل للدكتورة فطومة. احنا شفنا دكتورة وفاء وصلتنا بآثار نفسية تصل للانتحار. نعم. الآثار الصحية لأي مدى هذا الضرر راح يوصل؟ مثل ما قلت في البداية قد يسبب اللي هو مشاكل السمنة، الأرق، مثل ما تفضلت الدكتورة وفاء اللي هو المشاكل النفسية. في شيء ثاني ترى احنا بعد غافلين عنه، ان في تطبيقات موجودة للكبار. نعم. وخصوصا احنا تكلمنا يمكن قبل شويه هم قبل ان نطلع على الشاشه اللي نعم. هو التطبيقات الخاصه في التعارف ما بين اللي هو البالغين اللي هم الكبار، يعني اللي هو اكبر يصير من نعم. المراهقين. فساعات الطفل تكون عنده روح الاستكشاف ويبي يعرف. نعم. انزين خصوصا مثلا اذا سمع في هالشيء هذا من فئه عمريه تكون اكبر يعني منه موجوده معه مثلا في صح. اللي هو البيت نفسه او قرابه، عيال خاله، عيال عمها، الامور هذه اللي هو الشاتينج ابلكيشنز احنا نسميها او تطبيقات اللي هو تعارف غرف الدردشه وهذه ما لها مثل ما نقول احنا ما نقدر احنا نتحكم فيها. انزين خصوصا ما ندري المدى شنو المكالمات اللي تصير، شنو فحوى هالمكالمات هذه، هل هي جنسيه، هل هي حب استكشاف. نعم. وهي طبعا صوتيه وبصريه ايضا فيها طبعاً. كاميرات وفيها ففي نعم. حالات هم ترى وصلت حق الاعتداء الجنسي. انزين والدكتوره وفاء عندها حالات وايد. نعم. واحنا اشتغلنا من قبل ترى. انزين ولما يعني كنت انا بسالكم عن الحالات اللي جات. نعم. احنا لان في وزاره الصحه عندنا احنا في فرق حمايه اللي هو الطفل طبعا تشكلت من 2000 اللي هو 14 او نهايه اللي هو 2013. نعم. فلما كنا نشتغل نشوف الحالات هذه انا لما كانت تجيني حالات اللي هو المراهقين خصوصا اللي هم البنات شنو مشاكلهم، شنو اللي وصلهم حق الاعتداء الجنسي اللي هو الشاتينج بروجرامز او الابلكيشنز هذه. نعم. تتعرف على شباب. انزين شيء جديد واحنا مجتمعنا مجتمع محافظ بالكويت، مجتمع نعم. مغلق. كل ما مثلا بيتكلمون عن موضوع مثلا اهل لا عيب لما تكبرين راح تعرفين، ما راح نتكلم عن هالموضوع هذا للموضوع. بالضبط. حب معرفه، حب استكشاف. فبالتالي الشيء هذا تقدر هي اساسا تاخذه من وين وتقدر تشبع رغبتها وتشبع شغفها مثل ما تفضلت الدكتوره وفاء الشيء هذا عن طريق البرامج هذه. ومع الاسف توصل يعني الشخصيات حتى لما الاخصائيه النفسيه اللي موجوده معنا بالفريق تشخص الحالات هذه تقول يعني لما تقول لنا وتناقشنا تكون واصل الحالات هذه لمرحله متطوره
يمكن تحتاج اللي هو أشهر وسنوات ليتم إعادة تأهيلها في المجتمع. دكتورة نحترم، وعلى فكرة الآباء أسوياء على فكرة. زين دكتورة نحترم كل كلمة قلتيها، واحترم أكيد الدكتورة وفاء وما ذكرتها هني، لكن أنتوا خوفتوا الناس الحين من السوشيال ميديا. هذا شيء. شيء ثاني، الحين إحنا شلون نتعامل مع هذه الحالات؟ وأعتقد لو رجعنا للنسبة والتناسب أعتقد هذه حالات قليلة عندنا. لا ما هي قليلة والله صراحة. هي مو هي قليلة حق الشخص المتمرس والممارس، ها الممارس الطبيب او ممارس المعالج النفسي، مهي حالات قليله. مو حالات قليله. لا مو حالات قليله، يعني موجوده وواضحه واحنا نشوفها وكل يوم يمكن يمكن بالاسبوع يتردد عليك من واحد الى ثلاث حالات. دكتور احنا الضوابط اللي ذكرتها الدكتوره نعم. فطومه ما نقدر نحطها على عيالنا، لانه يقول احنا سمعنا فلان ولد فلان ولد فلان. شلون اتعامل الان اليوم مع نعم. طفل يبي نعم. يستخدم هذه السوشيال ميديا؟ شوف خليني اقول لك على شغله، هو كل اسلوب كل نمط معامله انت تستخدمه مع اولادك حاول كثر ما تقدر انت تستخدمه وتمسك العصايه بالنص، لان كل شيء يفوق عن حده ينقلب ضده. صح. اذا الضرب كثرت على الطفل اكيد بيضر فيه عدل نعم. وبيأثر عليه جسديا وصحيا ونفسيا نعم. الاهمال اذا زدت من 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 قدره نفس الطريقه. صحيح. الحرمان نفس الطريقه. الان احنا ما نبي نحرم ولا بي نهد الموضوع يكون متسيب حتى لا يتمادى الطفل ويدخل في مشاكل. نمسك العصب من النص، وقلناها ونرد نقول ونوعي الاهل، لان الوقايه خير من العلاج مثل ما يقولون. حتى طبعا. نشتغل على خط الوقايه لازم نشتغل على شيء اسمه للاهل نفسهم. يا جماعه الخير احنا ما نمنع السوشيال ميديا. صح. احنا بالعكس السوشيال ميديا هذا باب حتى الشخص يتعرف على المتغيرات اليومية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. انا اتكلم ترى احاكي الصغير والكبير، ولكن بصورة مقننة، بصورة فيها نوع من العقلانية، فيها نوع من المنطقية، اعرف كل فئة عمرية وشلون انا اتعامل معاها. الطفل شلون ممكن اسمح له كم ساعة اسمح له باليوم يستخدم؟ دكتورة فاطمة تقول ساعتين. المراهقين ايش كثر؟ ساعتين ما فيها، ساعتين وممكن ازيد، ممكن لو نص ساعه في الويكند على سبيل المثال، لان بالنهايه يعني الويكند وقت اجازه، يعني وقت ما في إجازة دراسه وما في ما في دراسه. المراهق احط له ساعه مقننه، وغير كذي اتابع واشرف واشوف. على فكره تدري ان في ابهات من يوصلون عيالهم لفتره المراهقه يخلوا لهم مثل برنامج تعقب حتى يشوفون، خايفين عليهم انهم وين يروحون. تنصحين في هذا الموضوع؟ شوفي انصح في هذا الموضوع اذا ما عاد للاب وللام سيطره وحسوا ان الولد عنده انحراف او عنده استعداد للانحرافات السلوكيه. جميل. انا وياه 100% للامانه، بس طبعا ما يبين لهذا الولد انه هو مراقب 24 ساعه من الاب نعم. والام، ينصح ويشرف من بعيد لبعيد. انا وياه 100%. وحتى البالغين طبعا هو من يوصل لسن الرشد هو خلاص فاهم، عارف الوضع، عارف شنو اللي يضره، عارف شنو اللي ينفعه، نتائج فهو الموضوع. مثل ما قلنا سلاح ذو حدين. والله دكتور انت اللي تقنن حلو. وانت اللي تحط. دكتوره والله انا احييكم على هذا، يعني الهم والمسؤوليه عشان تحمون الطفل. احنا نجل مشكلتنا حتى الكبار الحين صاروا يبي لنا حلقه كامله للبالغين. ان شاء الله ممكن اضيفها لو تسمحوا لي. الان كل القضايا، معظم القضايا، ماني قايله كلها، معظم القضايا اللي يطلعون فيها المحامين ويتكلمون فيها لي، وانا هذا الشغله هم بعد ابي يعني اوعي فيها الاهل خاصه المراهقين اللي هم في اعمار المراهقه المبكره، في اعمار 12 11 13 سنه اللي بلشوا الان التغيرات البيولوجيه اللي يعني اللي تظهر على اجسامهم الان تبلش عندهم ايديولوجيتهم، فكرهم يختلف. نعم. فاكيد يفكر في انه هو مثلا يتعرف على الجنس الاخر او يكون علاقه مع الجنس الاخر. يعني دائما الاب والام لازم يكونون منتبهين على هالموضوع هذا، خاصه البنت. يمكن الحين يمكن بعد الاولاد الحين اكثر بعد من البنات، ها قمنا نخاف عليهم. معظم القضايا اللي تجي ومتعلقه في هذا الموضوع تهديدات بالصور، تهديدات مثلا بشات او ابتزاز او الباب او ابتزاز ابتزاز. هذا الموضوع جدا مهم يا جماعه، دائما تحطون يعني عينكم على هالشغله. يعني المساله في غايه الخطوره. نعم 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 نعم. دكتوره فاطمه لو انتقلنا
لموضوع آخر، أن هناك دراسات تقول أن هذه الأجهزة تؤثر حتى على نمو الطفل. نعم، نموه فسيولوجيا ولا نفسيا؟ هو طبعا في دراسة ترى جديدة هذه، نعم، طازج فريش، وهذا سبق صحفي جميل في تلفزيون الكويت، طلعت أمس في مجلة جامع، هذه واحدة من اللي هو المجلات الطبية اللي، نعم، مشهورة عندنا في مجال اللي هو في مجال الطب بشكل عام. فهذه كانت دراسة خذوا فيها طبعا 47 عينة من الأطفال اللي كانت أعمارهم أعمار اللي هو سن الروضة، ما كان ما بين 3 سنوات ونص 4 سنوات إلى أقل اللي هو من 6 سنوات قبل لا يدش اللي هو المرحلة الابتدائية. نعم. فدرسوا اللي هو الحالات هذه طبعا الأطفال هذيلة، طبعا الأطفال هذيلة كان عدد الساعات اللي يشوفونها أكبر من التوصيات اللي قالت عنها منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية حق الطفل، نعم، الأطفال اللي هي أكثر من ساعة. فشافوا لما سووا اللي هو الفحص باللي هو الأشعات المقطعية بالنسبة حق الطفل، وطبعا سووا صبغات بالنسبة حق الأطفال هذيلة، فشافوا أن في مناطق طبعا في المخ سبحان الله هي اللي مسؤولة عن السلوك، هي اللي مسؤولة عن التطور الذهني وعن اللي هو التطور النفسي إنزين لدى الطفل، شافوا أن المناطق هذه متأثرة. فبالتالي استنتجوا، طبعا هذه دراسة واحدة، احنا ننطر دراسات ثانية ممكن، نعم، اللي هو راح تصير ان شاء الله في المستقبل خصوصا مع كثرة الأجهزة. توقعتها تأثيرات فسيولوجية مباشرة على العنق والظهر، ايه؟ تخيلت ان الموضوع رايح لهذا المنحنى، يعني صحية قصدك على عضو، نعم، معين من الجسم. طبعا هو سبحان الله المخ يتحكم في الجسم كله، صحيح، حركات، احاسيس، وفي مناطق مثل ما تفضلت الدكتورة فطومة، في مناطق في منطقة في الجهاز العصبي مسؤول عن الكلام، صح، اذا تاثر، اذا صار عندنا اضطراب، تخيلي ان هذه المنطقه ممكن تضطرب وتطلع كلام، طبعا انا احنا اتكلم عن المضطربين عقليا، ها، تطلع كلام مش مفهومه، يعني انت ما تفهمينها، الشخص السوي ما يفهمها، والاشخاص الابنورمال اللي هم غير اسوياء ما يفهمون بين بعضهم البعض، كل واحد له لغه خاصه فيه، خاصه طبعا احنا نتكلم عن السكيزوفرينيا بيشنتس اللي هم الاشخاص الارتصاميين، نعم، والاشخاص اللي عندهم مشاكل والاشخاص المدمنين على المواد النفسيه المخدره، يكون عندهم هذه اللغه المخربطه. في مناطق في المخ مسؤوله عن عمليات الادراك المعرفيه، نعم، التفكير، التركيز، الريكولينج، الاسترجاع معلومات، ردود الافعال، ردود الافعال، هذا كلها تاثر. ولا تطلع انت يعني لو تبي الطفل عمره 6 7 سنين شوفي مدى تأثير حركة العين، شلون تكون سريعة، شلون تلقط، صحيح، ترى هذا كله تأثير بيولوجي يصير في الجهاز العصبي. هذه الأجهزة تأثر على كل هذه المناطق، وفي أجهزة في منطقة شم وفي منطقة سمع، فسبحان الله كل شيء رب العالمين خلقه للإنسان بميزان معين، إذا دخل عليه عوامل دخيلة من برا، وإذا صار وعندنا سوء استخدام لهال الأمر هذا، مثل سوء استخدام الأدوية، عدل؟ مثل سوء استخدام ترى الأجهزة التكنولوجية نفس الأدوية اللي أنت تأخذها وسوء استخدامها، ويأثر عليك بالضبط. إذا صارت جرعة زيادة، طبعاً إذا صارت جرعة زيادة، نعم، إذا صارت جرعة زيادة، نعم. والإنسان المفروض حتى يبتدي من نفسه، يعني كولي أمر، كأب أو جميل، كأم، هذه نقطة مهمة. أنت لازم تبتدي من نفسك، وأنت كأم هم لازم تكونين قدوة حسنة ترى حق أطفالك أو حق عيالك، إذا هم شافوك على طول إنزين على طول ماسكة مثلاً الجهاز، أو حتى مثلاً ماسكة الشاشة الذكية على طول طالعين تلفزيون، راح يقتدي ترى في الام وفي الاب. فما انا ما يصير مثلا اقول حق الولد انه والله لا تقعد وايد مثلا قدام التلفزيون، لا تقعد وايد مثلا ورا الشاشه الذكيه، وهو انا 24 ساعه تشك 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 بالضبط، لما يناديني ما ارد عليه بالضبط، يعني وانا هذا ترى يعني اشوفه وايد. يمكن امهم يعني قاعد تسوي بحوث دراسات معينه لازم تراجع الاي، خلينا نتعرف على الشغله يعني انا بس عفوا يعني المساله في غايه الخطوره بالنسبه للطفل وفي غايه الصعوبه بالنسبه للاسره، يعني بين هذا وهذا وين اقول لك على شيء انا دائما بالضبط، يعني استاء من كلمه انه في اسر ضعيفه، ما في شيء اسمه اسر ضعيفه واسر، في حزم، صح، في حزم في تطبيق الضوابط والمعايير والمبادئ اللي انت تربى عيالك عليهم في داخل البيت، في حزم في الموضوع، في حزم، يعني احنا ما نبي الضغط الزايد ولا نبي التسيب، نبي الحزم في التطبيق. دكتور الحزم ايام نبي قبل الحين نبي الشخص، نبي الاب والام لما يطلعون من داخل من البيت خلاص هم يعرفون شنو مسؤولياتهم، شنو واجباتهم، وهذا المفروض انه يصير. ومساعد قلت ولازلت اقول ان دكتور. الطفل والمراهق
ما يقدر يعيش بدون ضوابط. زين دكتور عفوا، انت تخصصك بالعلم النفس. نعم. علماء النفس هم ادونا لا ترفع صوتك على ولدك ولا تأذي ولدك، وتبين تعامل مع الاطفال بحزم على قولتك، بعد صعب العمليه مو نفس جبر الصراخه العالي. بالضبط بالضبط، ترى في كلام، في كلام فعال جدا ويأثر على الطفل ويلقط الطفل. الطفل ترى يلقط حتى لو تقول له قصه، صح، المعايير والضوابط اللي انت تبيها وعلى شكل قصه وعلى هيئه قصه، وتاخذ وتعطي وياه وتنزل لمستوى عقله، الطفل جدا يتقبل هالشيء هذا. والله اعطيك مثال. تفضل. ممكن اعطيك مثال بسيط. تمرين. اي والله. يمكن من واقع عملي اشتغل مع قضايا عنف الاطفال. حلو. الان ابي اطبق الموضوع هذا على بنتي. نعم. وهذا الامر صار قبل سنه او سنتين. يعني هي عمرها 7 سنين. الله يحفظها. الله يسلمك. فجيت وقلت لها تعرفين الامر هذا؟ فلما ندش الطبيب ويفحص تقول طبيب. الطبيب عادي، شو المشكله في الموضوع؟ قلت له إيه، بس يعني في فحص المفروض انه حتى نعلمها شنو هي الاجزاء المسموح للطبيب ها في وجودي او قد يكون عدم وجودي، ها يمكن وجود الاب، والاب يمكن غير جاهل هالامر هذا، عدل. نعم. بلشت اقول على شكل قصه الى لما مسكت شقله انصحتني للامانه، هي قصه اسمها الخطوط الحمراء. حلو. وجدا جميله، رائعه رائعه. ما هي هذه القصه؟ رائعة. خطوط حمراء تعلم توعي الطفل وبطريقه انك انت مثل ما تحافظ على غرفتك وتحافظ على اغراضك وكل ما يتعلق فيك وعلى وطنك، ها شوف على وطنك ايضا تحافظ على جسدك وجسمك. اكيد. ها من هنا يبتدي الطفل يبلش يوعى للامر هذا وبطريقه جدا بسيطه وواضحه. نعم. وحلوه ومحببه بالالوان، تصير الالوان تلقاها القصه هذه بالرسم مكتوب، موجوده في المكتبات، موجوده في المكتبات. شوف اللي يسعى موجوده، يحاول انه حتى إن هو يصير كرييتيف، هو يبدع في موضوع. حتى انا دائما اقول يعني انا وايد تجيني حالات من داخل بيئه العمل عندي، يقولون الاطفال، اقول لهم حطوا له ورقه او حطوا لها ورقه وحطوا لها الوان وخلها ترسم، تعبر، خلها ترسم. يعني يمكن انا من كم يوم نفس الطريقه، يعني شخص وياي بالعمل فعنده مشكلة مع بنته، فقلت له جيب ورقة وقلم وارسم وخلي البنت ترسم، وقال أنا شاك إن هي متضايقة من مدرستها. قلت جيب شخص وقول ترى أنا هذا رفيجي في العمل مضايقني، وخلها هي ميناء قيس على هالقصة، قيس على البنت شلون ممكن هي تفصح عن المشكلة اللي عندها. حلو. لأن هذا نوع من العلم دائما يدرسونه. نعم. يسمونه الافصاح عن الذات، سيلف ديسكلوجر، افصح عن ذاتك علشان تتعلم تعبر عن رايك وتتعلم انت شلون تسوي تنفيذ انفعالي عن المشاكل اللي تواجهك في حياتك. وبالفعل البنت قالت معلومات وقالت شغلات، الأب اللي استغربها من هالموضوع. بالرسمه. بالرسم. العلاج بالرسم، هذا نوع من انواع العلاج يسمونه. نعم. العلاج بالرسم، وعندنا نوع من انواع العلاج يسمونه العلاج بالدمى، العلاج بالالعاب. والعلاج بالطين، ها؟ كل هال. وعلى فكره تشخيص بعد حتى دكتوره وفاء، تشخيص عندنا نوع من انواع في الاستشاريين، عندنا النفسيين يستخدمون، واحد من الدكاتره يستخدمون التشخيص بالالعاب الالكترونيه. تخيل بالالعاب الالكترونيه. فهو سلاح ذو حدين في النهايه، اذا انت مسكته وضبطته وحطيت له معايير وضوابط تبدع فيه، واذا هديته وخليته، يعني انا في اسر تقول لي الحياه تعلم، المدرسة تعلم، لا ماكو، انتم اللي تعلمون داخل البيت، انتم لكم. نعم. 80-90% من حياة الطفل. نعم. وانا قلت لك اياها ويعني عن واقع تجربة، انا بسم الله عليهم، انا عندي اولاد الله يحفظهم لهم الجامعة ما شاء الله، انت تمشيهم على نمط واحد خلاص، وحتى اذا كانوا مغتربين يشوفونك في كل كبيرة وصغيرة بحياتهم خلاص، هم متعودين. ما شاء الله. وهذا شيء مهم جدا طبعا، وهذا يعتمد مثل ما قالت الدكتورة فطومة، انت ابتدي بنفسك، انت تكون لهم القدوه. احنا يبينا حزم بالسوشيال ميديا والله. انت موضوع الحزم وايد مصر عليه. ايش معنى؟ لان اكثر واحد خلانا نوخر عن عيالنا علماء النفس والمتخصصين بالنفس. لا تزعل ولا تزعله، وخليه على راحته وخليه ينطلق علشان ما يصير عنده خلل في شخصيته. لا، الحزم مو معناته القسوه، بس انا احب الحزم انك انت تمسك العصا من النص. بالنص. بالضبط، ما يكون في هناك تسيب دلعه، وبنفس الوقت لا اضبطه. نعم. اعطى حريه وبنفس الوقت راقبه. نعم.
نعم هذا اللي نقصد فيه. دكتورة فطومة، قبل شوي ذكرتي أن في 2014 سويتوا لجنة وأقمتوا هذا المركز بحيث أنكم تقومون بكل هذه الدراسات. أنت لما قلتي هذه الكلمة أنا يا في بالي ليش قرروا هذا القرار؟ لهالدرجة عندنا حالات مستعصية وكثيرة العدد، يعني أجبرتكم أنكم تسوون هذا المركز؟ هو مو مركز، هو مكتب موجود. نعم. في وزارة الصحة اللي هو مكتب حماية الطفل، وطبعا المكتب هذا أنشئ وتكون من خلاله 6 فرق حماية اللي هو طفل موجودة ومتوزعة على مستشفيات. نعم. الكويت اللي هو المحافظات الكويت اللي هو 6. اللي مثل ما قلتي اللي خلانا نفكر بهالشيء هذا، او اللي خلى حتى دكاتره الاطفال على ذيك الحزه انه يسوون الشيء هذا، انه كانت في وايد حالات تجينا المستشفى، واحنا طبعا لما نسوي لها الفحوصات ولما ناخذ حتى التاريخ المرضي من الاهل، في اشياء مثل ما نقول احنا باللغه الانجليزيه doesn't make sense، انزين، او don't make sense، ما لها معنى. يعني مثلا لما يقول لي ولي الامر عن، على سبيل المثال خلينا نعطي مثال على اساس اقرب الصوره حقكم وحق اللي هو الساده اللي هو المشاهدين. نعم. لما يجي لي مريض عمره مثلا شهرين، المريض هذا انزين عنده كدمه على اي جزء من اجزاء جسمه. نعم. تمام. فلما يجيني يعني الاهل مثلا لما يكلموني واقول لهم طبعا انتوا ليش يعني المستشفى، تقول لي مثلا الام او الاب يقول لي مثلا بسبب الكدمه هذه، خصوصا اذا كانت الكدمه هذه مثلا في مكان غير طبيعي في الجسم، اذا كانت فرضا في الجسم موجوده من وراء الظهر على سبيل المثال، الاوراق، السيقان من وراء، انزين، ريول الطفل، او ما كانت حتى تتماشى مع اللي هو العمر التطوري للطفل، تقول لي مثلا الام انه هو طاح، شلون طفل عمره شهرين يطيح؟ بالضبط. اصلا الطفل ما يقدر يقلب الا اذا كان عمره 3 شهور، اكثر من 3 شهور، اكثر من 4 شهور. نعم. في القصص هذه لما كانت تجينا ما كنا عارفين شنو نقدر نسوي، نسوي اللي نقدر عليه، كنا نسوي الفحوصات الاوليه، وطبعا احنا نبلغ كنا وزاره الداخليه على ذيك الحزه، ما كان في ترى قانون حق حمايه الطفل. نعم. اللي هو طبعا قانون حمايه الطفل طلع سنه 2015. نعم. ما كان في حتى في قوانين، ما كان في ضوابط، ولا كان في هيكل واضح احنا من خلاله كاطباء اطفال شو نسوي صراحه. نعم. وما كنت ادري ان في شراكات مجتمعيه ثانيه موجوده، وزارات دوله ثانيه ممكن ان هي تساعدنا صراحه. يعني انا مثلا دكتوره استشاريه في مجال عملي، انا درست في كليه الطب، لكن انا ما درست علم نفس مثل دكتوره وفاء، ما درست علم اجتماع مثل الاخصائيات الاجتماعيات اللي اساسا موجودين معانا. نعم. فالفريق هذا كان شراكه صراحه ما بين الطبيب، ما بين اللي هو الممرضين او الممرضات اللي موجودين معانا، كان في استشاريين اللي هو نفسيين او اختصاصيين نفسيين معانا، كان في اللي هو اختصاصيين اجتماعيين، وبالشراكه معهم وزارات الدوله المختلفه، ومعهم حتى وزاره الداخليه على فكره. نعم. اداره حمايه الاحداث، وحتى ضافوا لها مؤخرا اللي هو اداره الطب الجنائي او الطب الشرعي. فهذا وايد سهل من اللي هو عمل الفريق، وبالتالي الحالات قامت تجينا. اول الحالات مثل ما نقول كانت من تحت الطاولة، كانت في حالات أساسا في الكويت بس ما كانوا عارفين كأهالي وحتى كأطباء احنا ما عارفين وين نروح أو وين التوجه يتوجهون. لما تقنن الموضوع من خلال وجود قانون صريح بحماية الطفل، وصدر أساسا يعني مرسوم وزاري بتشكيل فرق حماية الطفل من قبل اللي هو اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة، هذا وايد قنن أشياء، زادت حالات التبليغ عندنا، وبالتالي قمنا احنا نشوف هالحالات هذه. نعم. وقمنا نشوف شنو نتيجة العنف اللي يصير على سواء الأطفال سواء المراهقين، لأن عنف الأطفال احنا عندنا المفهوم نفسه الطفل لحد 18 سنة. نعم. صح. بعد 18 سنة يكون اللي هو بالغ، فما يدخل اللي هو تحت العنف. نعم. احنا اكيد نوجه رساله دائما للاسر اللي يتابعونا، تعاملوا بحزم مع ابنائكم خصوصا في السوشيال ميديا. كل الشكر للدكتوره وفاء العرادي، وكيل الوزاره المساعد لقطاع الخدمات والاستشاريه والارشاد النفسي بمكتب الانماء الاجتماعي، والدكتوره فطومه العبد الرزاق استشاري طوارئ اطفال وصيدله كلينيكيه والسموم في قسم حوادث الاطفال بالمستشفى الاميري. الله يعطيكم العافيه، شهادتنا فيكم مجروحه، ندري تحملون مسؤوليه كبيره تجاه المجتمع، عسى الله يقويكم، وانتم حقيقه مفخره كويتيه نعتز فيها. تسلم. الله يخليك، وشكرا على الاستضافه، ويا رب يكون افدنا اللي هو الساده المستمعين وافدناكم ولو بشيء بسيط من المعلومات. عسى الله يقويكم ان شاء الله. هاي موضوع الحزم فتو ان شاء الله. على طاري الحزم، عندنا بعد ضيف من السوشيال ميديا
أكيد من أحد المبدعين في السوشيال ميديا. نعم. إيجابا وليس سلبا وبعيدا الحزم أحمد هادي بعد الفاصل. أكيد تعرفون هالعلامة، خبرنا فيها من التليفونات الأرضية موجودة بالرد الآلي. لما صار عندنا تليفونات نقالة قمنا نستخدمها أكثر. نشيك على رصيد التليفون، نحول جهاز مغلق أو بريد صوتي. الحكي مو كذي، لما انتشرت برامج التواصل الاجتماعي صار اسم علامة المربع واسم أو هاشتاج، ومن هنا تغير مفهوم علامة المربع تماما. الهاشتاج صار محطة بحث وتصنيف للموضوعات ومصدر لرجع الصدى الإعلامي حول الأحداث والأنشطة والأشخاص. وأكثر من كذي، أصبح الهاشتاج بتويتر مثلا كنا جائزة. من تقول الهاشتاج صار ترند كنك ماخذ أوسكار التواصل الاجتماعي، ولا إذا المستخدمين حطوا براسهم أحد على طول هاشتاجو. المصطلح صرنا نستخدمه بكلامنا اليومي ونشوفه بالإعلانات وفي الشوارع، ندور فيه الصور والفيديوهات وأخبار الناس. ما نقدر ننكر إن عن طريقه نشطت الكثير من الحملات الدعائية العالمية وكان محرك مؤثر للشارع وقام بإبراز العديد من القضايا. غزو الهاشتاج عاد هذا مفهوم ثاني. إذا تبي تنشط موضوع نايم أو تغمت موضوع نشط، ما عليك إلا أنك تشيش متابعينك وتغزون الهاشتاج اللي تبونه بتغريداتكم. والله يطلع منك يا الدقمة. هاشتاج قولها صح، بدايته كانت بشهر 10 2018 عبر برنامج تويتر بتغريدات يحاول فيها تصحيح بعض الكلمات والجمل. تطور الأمر لين صار حساب في برنامج الإنستغرام ب 567 ألف متابع، وتميز بطريقته الفكاهية الكوميدية البسيطة بتصحيح مجموعة من الأخطاء اللغوية. هل هو مدرس عربي ولا إنجليزي؟ بنعرف سالفته اليوم. أحمد هادي ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي الحين في ليالي الكويت. إذن مستمرين معاكم في ليالي الكويت، ومعنا ضيف منورنا اليوم وهو أحمد هادي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي والمميز جدا في أفشاته للمشاهير. خلونا نشوف طبعا الهاشتاج ماله المشهور قولها صح. أكيد. حياك الله أحمد ويانا. الله يحييك وخليك، مشكورين. سلمك، شرفتنا اليوم. في تقرير بالبداية طلع السؤال يقول أنت مدرس عربي ولا إنجليزي؟ لا، هذا كان من البايو في حسابي في الانستغرام، انه انا لاني مدرس عربي ولاني مدرس انجليزي. حلو. بس ابي ابين لكم شنو الصح وشنو الغلط. جميل. هذه الجمله مسببه لغط كبير. اي، ان انت لا مدرس عربي ولا مدرس انجليزي. صحيح. لكن قاعد تصلح للكل كلامهم، سواء هناك اخطاء في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه. اي، فعلى اي اساس انت خلينا نقول اعطيت الحق لنفسك انك تمارس هذا الموضوع؟ حلو. هو الشيء اللي انا قاعد اقدمه يعني مو متخصص، يعني هو يعتبر من قشور
اللغة العربية وتعتبر من المعلومات اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. نعم. وتعتبر من المعلومات العامة، يعني مو شيء يعني لازم أكون متخصص في الأدب الإنجليزي أو في الأدب العربي عشان أنا أعرف هالمعلومات. أكتب رواية مثلاً. نعم. وأغلب الأخطاء اللي تكون موجودة تقريباً يعني إحنا يعني على الوضع التعليم الحالي يكونوا ماخذينها بصف رابع خامس، يعني في البدايات. نعم. في أشياء تكون مثلاً طرق نطق، يعني هذه كلمات تكون ثانية. في أشياء تعودنا عليها من زمان أن احنا نقولها غلط، في أشياء جديدة دخلت علينا كلمات مستحدثة، فيعني ما فيها أي ضرر أن أشوف أن الواحد يعرف يقولها. على قولة واحد في السوشيال ميديا تقريبا يسوي نفس اللي أنا أسوي، اسمه عمر عبد الرحيم، يقول أعرف الصح وخلي قواك، تبي تقولها صح تبي تقولها غلط كيفك، بس أعرف الصح. نعم. ليش ما منها ضرر انك انت تعرف الصح؟ انت يستفزك هذا الخطا لهالدرجه، يعني ان انت سويت هاشتاج وانتشرت كل هذا الانتشار؟ لان انا قاعده الاحظ انك تدقق على اشياء ما نقدر نقول ان اللي قاعد تسويه خطا، انت قاعد تصلح اخطاء واللي انت قاعد تسويه صح. أي. لكن لهالدرجه هذه الاخطاء مستفزه بالنسبه لك؟ هي انا الحين بس صارت عندي تقريبا مناعه ما قامت تتاثر. عرفت ان يعني مثل المضاد الحيوي، مثل كثير ما تاخذ مضادات حيويه وايد البكتيريا يصير عندها مناعه. انا الحين صارت عندي مناعه من الاخطاء، فالاخطاء هذه قاعد تنتشر بشكل كبير، والناس اللي قاعد يقولون هذه الاخطاء يعني عندهم متابعين بالملايين. نعم. يبون او ما يبون راح ياثرون تاثير غير مباشر على متابعينهم. كانت بكلمه يكتبونها غلط او بكلمه ينطقونها غلط. يعني على كثر ما نسمع الكلمة من المشهور ألف وباء وتاء كلهم يقولونها بشكل خاطئ، المتلقي أو المتابع راح يقول إذا كل هذول قاعد يقولونها بهالطريقة فأكيد هذا هو النطق. بس هذا من آخر البوست اللي نزلته عندك بالإنستغرام، حتى الكتاب بعد بالكتابة عفوا قاعد تعدل للناس خصوصا هاي تعليقاتهم تعليقات الناس. هذا شنو، أنا سويت هايلايت في الحساب، يعني مو أنزل ك بوست بالحساب، انزلها في الهايلايت فوق. حلو. في البايو. نعم. في اشياء احنا تعودنا عليها، في ناس لما يكتب لك السلام عليكم يحط بعد الميم واو. نعم. في ناس لما يكتبون اللهم صلي على محمد يحطون ياء، ففي هذه اشياء خلينا نفرق بينها، يعني لان احنا اساسا لغتنا لغه عربيه يعني. نعم. ففي ناس يفتخرون ان هذه لغه القران وهذه لغتنا. نعم. فما يصير نخطئ في هذه الاخطاء، وهذه اخطاء بسيطه يعني مثل ما قلت لكم، هذه قشور يعني مثلا. حلو. كلنا نشوف بالواتساب الناس شلون يكتبون مثل ان شاء الله، مثل قاعد يكتبونها غلط. اي بالضبط. حلو. الحين انت نص مليون، تجاوزت نص مليون متابع ما شاء الله. يعني كان ببالك هالفكره هذه، ومتى حسيت انها حققت نقله والناس قاعد تهتم لاحمد هادي؟ والله هي ما كانت الفكره بالضبط. اساسا كذي. نعم. انا اساسا الانستغرام ما ادري عنه من 2017. بديت اسوي هالفيديوهات في تويتر واحطها في سناب شات، وما كان عندي متابعين يعني، كانوا شويه. كل يوم انزل فيديو واحد، كل ثلاثة ايام انزل فيديو، واحد يزاه الله خير ما اعرفه ولا يعرفني، خذ يجمع هالفيديوهات ونزلها بسناب ودزهم بالواتساب، وصلت بجروب الاهل. ما شاء الله. ولما وصلت بجروب الاهل قاعد يقولون اللي دازها يعني من اهلي، يقولوا شوفوا هذا جزاه الله خير ايش قاعد يسوي، زين يسوي فيهم مثلا. مثلا. يقول لهم ترى هذا انا يعني. ما حد كان يدري. فكنت اسويها يعني للمتعه يعني البسيطه، وكان تسجيل بالايفون يعني بس اني اسجل كذي. نعم. ف يوم شفت ان السالفه انتشرت ما صار عندي ان حسد، لكن إن ابي الكريدت هذا، ابي ان انا اللي سويته. فحطيت طبعاً. بديت انزل في الانستغرام، حزتها يمكن كان عندي 450 متابع، 450 متابع بس بدون بس. ألف. اي هالكلام شهر 12 اللي طاف. ما شاء الله. طبعا بلغه السوشيال ميديا الارقام يعني مثلا كعدد المتابعين ما 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 يقابل ان شنو الاستفاده، في ناس عندهم ملايين لكن الاستفاده صفر. طبعا. انا عندي لو مثلا من هال 400 او 570 الف لو 1% قاعد يستفيدون من اللي انا قاعد اقدمه، انا كافي علي. وعلى فكره محمد، مو كل اللي يتابعونه موافقين على اللي قاعد يسويه، لكن هم يتابعونه. ما شاء الله. اي بالضبط. انا هذا يلاحظ في ناس يناجرونك شويه يعني. زين، تطرقت لبعض الشخصيات اللي خصوصا من ناحيه الاكسنت اللي يغلطون فيها، ما تحس الشخصيات هذه ممكن تزعل منك او تزعلهم؟ بالبدايه انا ما اصحح اكسنت،
الاكسنت هي طريقه اللهجه، شلون احنا نتكلم كويتي نقول كلمه معينه وبالسعوديه يقولونها بطريقه مختلفه. صحيح. فهذه صح وهذه صح. في كلمه عاميه احنا نقولها بطريقه، مثلا احنا نقول دياي هم يقولون دجاج، وحتى بالكويت في يقولون دياي وفي يقولون دجاج. فهذه كلهجه انا ما صححها ولا لي الحق اني انا صححها، لكن انا اصحح مثلا اذا انت او شخص من الشهير او ايا كان قال كلمه تغيرت المعنى في السياق، الكلمة أساسا مو من ضمن أي لهجة من اللهجات اللي موجودة في العالم. يعني إحنا عارفين الإنجليزي فيه البريطاني، والبريطاني مقسم يعني البريطاني الشمالي الجنوبي، كل منطقة لها لهجة. وفي بأمريكا هم نفس الشيء، لهجات مختلفة. فأنا ما لي شغل في اللهجات، إن الكلمة بناءها غلط. بناءها غلط يعني بدال الكلمة الصحيحة، اي الكلمه الصحيحه بهالطريقه، وانا ما احط ان انا انطقها باكسنت معين عشان هم انا بيسهل على المتابع اللي انجليزيته بسيطه. يعني انا اقول ريمبر، ما اقولها بالطريقه البريطانيه ولا بالطريقه الامريكيه اللي تكون مثلا صعبه على لسان الشخص اللي انجليزيته بسيطه جدا. صحيح. فقولها ريمبر، قول تويتر، قول ووتر، لا تقولها بالطريقه الامريكيه عشان انا يعني بس مقطع اللغة يعني. بالمقابل أنت مركز على المشاهير وتأخذ منهم مقاطع، بنو اللي قاعد يجيب لك كل هذه الأخطاء أو خلينا نقول التصيدات؟ لأن في ناس يشوفون أنت قاعد تتصيد على المشاهير. صحيح. علشان أنت تنشهر. شوفي، في هي كلمة أتصيد لازم أنا أتابع عشان أتصيد. بالضبط. شلون الواحد بيصيد شيء هو مو متابعه؟ نعم. فمصطلح التصيد سقط لاني انا اساسا مو متابع ولا احد بالسوشيال ميديا من المشاهير اللي انا قاعد اصحح لهم. فما شاء الله يعني ال 570 الف متابع صار عندهم وعي كافي ان لما يسمعون شيء حتى لو ما يعرفون انه ما يعرفون النطق الصحيح، لكن لما يسمعونه اذنهم ما تتقبله انه كانه في شيء غلط. بس ما شاء الله اذا صار في خطا وانتشر أو شخصية من الشخصيات قالت هالخطأ وانتشر في السوشيال ميديا، يعني عادي يوصلني من 10,000 شخص. ما شاء الله. إيه، فهم يدزوا لي، أنا أسوي مثل فلترة للفيديوهات هذه. في أخطاء تستدعي أن أنا صحيحة، في أخطاء لا عادية يعني تكون جدا بسيطة، يعني الاختلاف فيها وعن النطق الصحيح لا يذكر. فهم أنا هني إذا أنا مثلا أصحح الخطأ البسيط جدا راح يقول اي والله احمد هادي قاعد يتصيد او قاعد يعني يحبكها شويه، لكن انا الحمد لله يعني اشوف الاشياء اللي الكارثيه شويه. حلو، بما انك تتطرق حق المشاهير، مشاهير السوشيال ميديا او الفنانين او غيرهم، هل في احد تواصل معاك قال لك انت قاعد تنتقدني كذي، او صار في نقاش، او في احد منهم زعل بصراحه؟ في ناس تقبلوها بصدر رحب وهم الجزء الاكبر، الجزء الأكبر كلهم. ويعني في منهم اللي علاقتي معاهم يعني خارج السوشيال ميديا علاقة زينة. في ناس خذوها شوية بحساسية أن يعني مثل أن إحنا ما سمحنا لك أن أنت تنشر هذا الفيديو، لكن أنا أحاول كثر ما أقدر كثر ما أقدر. وإذا يلاحظون بكل فيديوهاتي أنا تقريبا أغطي الوجه وبس أخلي صوب الشفايف عشان يبين النطق مع الكلام، لان انت قاعد تسمع صوت لازم تشوف حركه الشفايف عشان يوصل لك الكلام بشكل صحيح. نعم. او يوصل لك الخطا بشكل صحيح. فهذا اللي انا احاول يعني. بس في ناس يعني مشهور ما شاء الله مشهورين اكثر من نار على علم، فلو اخلي الشاشه سوداء راح يعرفونهم ان هذه فلانه هذا فلان. طبعا. قضوك؟ لا الحمد لله ما كل العافيه. صحيح. يعني وانا ما اشوف شيء يعني مثلا اللي بيروح حق القاضي بيقول له شنو؟ خذ فيديوي وصحح لي البدليه اللي انا سويتها. يعني ما وصلت حق المساعدة القانونية؟ لا لا الحمد لله. يعني أشوفهم إنه حتى أهما اللي أنا قاعد أخذ منهم الفيديوهات يعني ليش أروح القضية وسنة وسنتين؟ زين، المشكلة أحمد هادي إن طريقتك لما تعيد كلمة اللي قال الخطأ اللي موجود خطأ بالكلام تقول لحظة مو بكيفك، يفترض كذي الطريقه شوي ما تحس انك كنا ساعات اقول منو وشنو وعفوا ما سمعت مره ثانيه. لان في الاخطاء هذه اللي انا اسوي عليها مثل تركيب سيناريو. نعم. انها تكون اخطاء فادحه يعني ان الكلمه تغيرت من الى يعني من شيء زين الى مثلا شيء مو زين. فهذه الاخطاء اللي وبعدين يعني انا احب ان تكون المقاطع اذا انا مثلا بسوي شيء تعليمي
أنا أساساً مو معلم، لكن أجيبه بقالب مو قالب سخرية، لأني أنا الحمد لله ما أسخر من أحد ولهم كامل الاحترام والحشيمة. نعم. كل اللي أنزل لهم. بس أجيبها بطريقة تهكمية، التهكم غير السخرية. التهكم شوي يعطيها صبغة تونس. يعني بعدين إحنا بوضعنا هذا، منو بيقعد يجاب الفيديو تعليمي بحت بدون ما يمل؟ اقنعني انها مو تهكميه وليست سخريه. اقنعني. اقنعك انها تهكميه مو سخريه. انا مو قاعد اطلع شخص المشهور هذا. لو انا ابيها سخريه اطلع وجهها، اطلع وجهها، احط حتى اسمها، اسوي لها تاج. لاني انا واثبت لك شيء بموضوع ثاني، ان انا ما اشوفها من ناحيه سخريه. الحمد لله كل فيديو فيه من 1000 إلى 3000، توصل الى 8000 تعليق. نعم. احاول كثر ما اقدر، كثر ما اقدر التعليقات المسيئه اشيلها، لان انا ساعات لما مثلا حساب ثاني من الحسابات المشهوره يحط فيديو من فيديوهاتي وادش واشوف احد مثلا اخطا علي او غلط علي بتعليق، انا احس انه يعني اتضايق. نعم. فاحس احط نفسي مكان هالمشهور اللي يمكن ناس يدزوا له هالفيديو ويدش يشوف هالتعليق المسيء. أنا أكون مشارك بصورة غير مباشرة في أني أنا خليت هالإنسان يتضايق، أو خليت الإنسان يكون مستاء من التعليق السيء هذا، فأحاول أني أنا كثر ما أقدر أني أنا أمسحهم كلهم. يعني أنا ما يهمني عدد التعليقات كثر ما تكون، مو شرط أنه موافقني أو غير موافقني، بتوافقني أو ما توافقني هذا شيء راجع لك، لكن بدون إساءة لي أو للمشهور اللي موجود في الفيديو. إن شاء الله أنك محشوم عن الإساءة. الله يسلمك. طبعا أكيد. بالمقابل الإلقاء، أي أسلوبك في الإلقاء، أحد قال لك أنه مميز وأن أنت قاعد تستخدم أجهزة معينة أو برامج معينة لتسجيل صوت يطلع نقي، فساعات لما نسمعك أنا أتساءل أقول هو ليش ما يروح لذاعة مثلاً؟ بالضبط هذا التعليق اللي ما شاء الله، أنت ليش ما أنت ما عندك برنامج، ما مو مذيع، مو مقدم، مو مقدم برامج، حتى معلق لبرامج ممكن، أو إنه يكون الفويس أوفر على نعم. على برامج وثائقية من هالأمور. بالبداية قلت لكم أنا أسجل كنت أسجل بالآيفون. بالآيفون صحيح. في ناس اسمعوني، في حسابات إخبارية وثائقية اسمعوني قالوا إن نبي نسجل وياك، فحسيت إني أنا ممكن إن أنا أصعد لي خطوة لقدام، أوصل لليفل أحسن من هذا، فاشتريت مايكات من هني من الكويت، صار الـ 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 يعني الجودة صارت أحسن، بس بعدين قلت لا لازم أصعد أكثر، لأن الناس إذا شافوا أن الجودة صارت بشكل كبير أو بشكل ممتاز راح أنا أوصل للحق اللي أنا أبي، لأن اللي أنا أبي هذا اللي أنا قاعد أسويه فيه، قولها صح هذا شيء مفيد للناس ومسلي بنفس الوقت، لكن هذا شيء يعني ممكن بأي وقت تروح هبته، لكن إني أنا يعني أخلق على قولتهم كارير من هال من من يعني الحمد لله، أنا مثل ما أنت تقولون إن صوتك إذاعي، أنا هم أشوف إن صوتي إذاعي، أنا يعني مثلاً مو مثل يعني ما شاء الله بعض العمالقة في هالمجال، لكن أبي أوصل مستواهم، فكل ما زدت بالجودة الحمد لله سويت لي استوديو صغير، مو استوديو يعني شريت لي أجهزة مايك ممتاز، أجهزة تسجيل صوت ممتازة، عشان أوصل للحق اللي أنا أبيه اللي هو تعليقات على أو تسجيل الوثائقيات، التسجيل للأخبار. صار في تعاون مع إيه الحمد لله. في فيلم وثائقي نعرض على تلفزيون الكويت اللي هو الكويت والثورة الصناعية الرابعة. نعم. هذا كان من الفويس أوفر لي، وفي فيلم قصير وثائقي ثاني اللي هو عن التعليم إن شاء الله في الأشهر الجاية بيكون موجود على الكويت. غير أن في قناة إخبارية وثائقية في الإنستغرام متعاونين وياي اني انا اسجل لهم كل تقاريرهم. حلو. لغه عربيه او لهجه بيضاء. حلو. الحين ما بين مدرس عربي ولا مدرس انجليزي، انت شنو تشتغل؟ انا تخصصي محاسبه. ما شاء الله. إيه. يعني بعيد نهائيا. ما له اي علاقه بال بس اعتقد لقراءاتك الادبيه. شوفي انا مطلع لكني لست بقارئ. القراءة ما أحبها يعني مو يعني ممكن الناس قاعد يشوفون إن أنا مثلاً أعرف عن هالشيء، لكن أنا مطلع إني إذا شيء اللي أبي أدش أقرأ عنه، بس إن أنا أمسك كتاب أقرأ من الجلدة للجلدة
للحين ما قدرت أتقبلها شخصيا، مع أنها شيء أنا أشوفه لو أني أنا أبتدي فيه أو أن أنا بادي فيه من زمان كان راح يطور من مهاراتي بشكل أكبر من اللي أنا وصلت له، يعني راح أكون أكثر يعني أحسن بشكل أكبر. حلو، دائما نشوف أنك داعم للحملات التوعوية، صحيح، كلمنا عن هذه المشاركات. إحنا كلنا موجودين في السوشيال ميديا، نشوف تويتر، نشوف إنستغرام، في أمور مو عاجبتنا بس ما حد يتكلم عنها. نفس الشيء نفس اللي أنا سويته أقولها صح، في ناس دائما يقولون مثلا المشهور هذا ليش ما قاعد يتكلم عربي، دام أنه الكلمة بالعربي أسهل، مثلا كلمة حصري أسهل من إكسكلوسيف. مثلا أنا للحين ما يعني المشهورين اللي قالوا إكسكلوسيف صح يمكن ينعدون على صابع، والله العظيم ينعدون على صابع يعني، بس والباقي كلهم يعني في واحدة من 3 سنين قاعد أصحح لها أو من 2 سنين قاعد أصحح لها لليوم قاعد تقول نفس الخطأ. لأن في ناس يعني يوني لا مو منو هي، شنو الخطأ؟ ما نبي نقول من التوب 5 بالكويت. زين، في ناس يوني يقولوا لي يعني اللي ما يخطئ ما يتعلم. شنو الكلمة عفوا؟ إكسكلوسيف. حصري. أوكي. يعني ممكن أنا أقول موجود حصري. هي شنو تقولها؟ يعني إكسكلوزيف يعني يعني مثلا صعبة الكلمة يعني ليش ما أنا أروح، إحنا أنا عارف إن في شيء في المخ اسمه كود سويتشنج أو تناوب اللغات. أنا الحين لما أجي أكلمك شفتني من ساعة استخدمت كلمة ليفل لأن مخي جاب لي هالكلمة لأن ما أبي أطول على ما مخي يعطيني مرادفها بالعربي. نعم. فعشان نتواصل بشكل أسرع فمخك يعطيك الكلمة الأسرع. نعم. لكن إذا أنت أساساً عربيتك أحسن فمخك بيعطيك العربي. نعم. أحسن. هذه شيء. فنفس الشيء مثل ما أنا سويت هالشيء اللي الناس قاعد يقولون وينه من زمان هذا ما حد تكلم عنه، نفس الشيء في هاشتاج اسمه نظف وراك، قاعد نشوف إحنا شنو اللي قاعد يصير في المسارح، على البحر، في الحدائق، في الشوارع، في ناس يعني في المرافق العامة، لأن في ناس عندهم ويقولونها بكل صراحة، دام إن في شخص ينظف فأنا ما سويت شيء غلط، وإذا أنا نظفت وراي فهو رزقه راح ينقطع. يعني أنا ماني للحين ماني قادر أتقبلها أو ماني قادر أستوعبها. بالضبط. فنفس حملة أو مو حملة إحنا نسميها هاشتاج نظف وراك، خلينا الناس تتفاعل، هي طبعاً سواها أخوي حمد العليوة. يعني من هذه يعني في أشياء اللي هي من نبذ العنصرية، التفرقة بين المواطن والوافد. يعني هذه أشياء إحنا نتكلم عنها، ما نبي إحنا نصير مثاليين. نعم. أنا في شغلة كتبتها في تويتر أن إحنا داخلنا كل إنسان داخله عنصر صغير جدا، يا أن أنت تكبره وتخليه يطغي على تفكيرك، يا أن أنت تخليه ما يأثر عليك. تمام. فهذا الشيء، ما هذه من الأشياء اللي إحنا نتكلم عنها، مثل نظف وراك وأشياء اللي إحنا ما نبي يعني ينوصف فيها المجتمع الكويتي أنه هو مجتمع عنصري، وهذا شيء بعيد عن الصحة. أنا أقول قواك الله. أنا بديت أشوف أحمد هادي وين رايح في المستقبل. خلاص إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بقوله وأكيد أوجه حق مشاهدينا، أنت مفخرة كويتية، نعتز فيك، لأن دائما مبدأك هو سليم وهو تصحيح، مع بعض الناس يأخذونه بطريقة ثانية كيفهم، لكن أنت رائع وتبقى رائع إن شاء الله. نشكرك على وجودك معنا في ليالي الكويت. الله يسلمك. موفق إن شاء الله. ولا زال عندنا ضيف آخر، نطلع فاصل وبعد إن شاء الله مكملين. ليلة الفنان صلاح حمد خليفة، فن الصوت في ليالي الكويت. يا رب جيب الفرج. يحييها الفنان صلاح حمد خليفة غدا في ليالي الكويت. المهندسة خلود الشهاب وكيل وزارة المواصلات في أول لقاء لها بعد تعيينها وكيلة لوزارة المواصلات. الأحد القادم في ليالي الكويت.
يعمل على تصميم أول قمر صناعي كويتي، يطمح بأن يكون أول رائد فضاء. شارك في برنامج رواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد كأصغر مشارك، وتم اختيارك نقطة تواصل وطني في الكويت مع المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة. المهندس المعماري بدر المولى الحسن في ليالي الكويت. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، واكيد في لقاءاتنا اللي موجوده عندنا في ليالي الكويت من ضمن فقراتنا في ليالي الكويت اكيد نرحب في المهندس بدر المولى. حياك الله، منورنا في ليالي الكويت. الله يحييك. شلون حياك الله معنا، وايضا وانت لك طموح في تصميم اول قمر صناعي. اي نعم. نعم، من وين جت الفكره وشنو اللي خلاك توصل للفضاء؟ مو بس أنا، إحنا فريق كامل، شركة كويتية اسمها Orbital Space. CEO دكتور بسام الفيلي. إحنا يعني فريق كامل كله كويتيين، وكان نحاول نصمم أول قمر صناعي كويتي. حلو. وإحنا يعني على أساس إن نبي نشوف مشاركة من الكويتيين يعني بالفضاء. حلو. وين إن شاء الله فكرتوا تسوون هذا القمر الصناعي؟ الحين حاليا كل أسبوع نشوف بعض وقاعد نحاول نشتغل، ولأن كلنا عندنا يعني عندنا شغل ثاني يعني نروح الدوام وكذي، فبعد ما نخلص الدوام نقعد مع بعض ونحاول يعني بوقتنا الفراغ نسوي المشروع هذا. بس إن شاء الله إذا يعني صرنا أكبر وأكثر نشوف لنا مكان وراح نأسس كل شيء من مكان واحد. يعني ما طلبتوا دعم؟ في يعني في مجال ان ما اقدر اقول اي شركات، بس في مجال ان الشركات راح يدعمونا ان شاء الله. تدعم. يقولون ان انت اصغر مشارك في هذه المجموعه. مو في هذه المجموعه، بس في برنامج رواد الفضاء. اها. كنت اصغر، وايش كثر استفدت من هذه التجربه؟ برنامج رواد الفضاء كانت يعني تجربة عجيبة حقي. هذه البرنامج خذونا وحطونا في تصوير آخر 12 أشخاص دشوا بالبرنامج، وهم راح يعطون في أكثر من 30 تحدي، ومن هالتحديات راح ينقون واحد، وهذا الواحد راح ياخذ $100,000 أمريكي جائزة. نعم، جائزة وسيارة شيفروليه. وفوق هذا بالنسبة لي هذا أهم شيء، أن يأخذون رسالة من كريس هادفيلد رسمية أن هو هذا الشخص ممكن يصير رائد فضاء. نعم. مهندس بدر، يعني أنت ماجستير في التصميم، مهندس المعماري. مهندس معماري. إيه. وماستر هندسة معمارية. هندسة معمارية. إيه. حلو. أنتوا مختارين مصفات الشعيبة علشان تسوون المركز الفضاء هناك، عدل؟ إيه، أنا رسالة الماجستير مالتي المشروع مال التخرج. نعم. مصفات الشعيبة، إعادة تأهيل مصفات الشعيبة كمركز فضاء. حلو. لو سألتك شو اللي ينقصنا علشان يكون مركز فضاء موجود عندنا في الشعيبة؟ أهم شيء إنه يكون عندنا وكالة فضاء بالكويت. أول شيء لازم يكون عندنا وكالة فضاء، بعدين نقدر نأسس مركز فضاء. ومنها راح يعني مثلا ناسا، إذا تشوف ناسا بأمريكا إذا يبون يشتغلون معانا ترى عادي عندهم، بس ما يقدرون يشتغلون مع الأماكن اللي ما تتعلق بالحكومة مثلا. يعني إحنا كشركة، إذا أنا عندي شركة بالكويت ما أقدر أتعامل مع ناسا، لازم اشتغل كحكومة الكويت. نعم. عشان يشتغلون معنا، فتعطينا يعني الإمكانية إن نقدر نشتغل مع العالم كله بالفضاء. تواصلتوا مع شركة يعني من خلال شركتكم أو الشركة اللي أنت بتكون وياها أو اللي أنت وياها مع مؤسسات الدولة علشان تقومون في هذا المشروع وتحقق الحلم؟ اي، احنا الحين حاليا أظن إن في مرحلة نبي نبين إن احنا عندنا القدرة
ومن بعدها في احتمال ان نشوف يعني الفرصه هذه تي. يعني الحين في كم شركه قاعد يشوفون ان اوكي هذول الناس وايد يعني اذكياء وعندهم يعني الشغل عندهم صح ويبون يسوون شيء كبير. ففي شويه يعني في ناس معجبين بالمشروع. جميل. في لك مسمى ممثل الأمم المتحدة في التواصل الوطني لمجلس استشاريين جيل الفضاء. نعم. شلون اختاروك في هذا المجلس وشنو الدور اللي قاعد تقوم فيه؟ فهذا شيء أنا قدمت له ونقوني من السي في مالي وشافوا إن إحنا بالعالم أصلاً هم يعني شركة عالمية وهم ينقون ناس عشان يصيرون مثل ممثلين. نعم. إيه بالضبط يعني يبون الناس ينشرون شغل فضاء بالعالم كله ويوصلون الفضاء حق العالم كله. لأن عندهم الفكرة إن العلم عن الفضاء راح يفيدنا كلنا في حياتنا وبالمستقبل والتكنولوجيا. نعم. يعني في وايد أشياء استفدنا منها من الفضاء يعني MRI اللي مال دكاترة X-ray تليفون كل الأشياء اللي نستخدمها اليوم جت من الفضاء. حلو. تتوقع المهندس بدر متى تتجاوزون هذه المرحلة علشان توصلون لمرحلة للتواصل مع الأجهزة الحكومية بالكويت علشان تقدمون مشروعكم كخطوة تنفيذية جادة؟ حاليا احنا يعني انا اقول انك احنا في مرحلة جاهزين، بس احنا نبي يعني ان شاء الله نشوف الدعم هذا. وفي وايد اشياء ممكن تصير يعني، وانا الشيء اللي قاعد احاول اسويه قاعد اشارك في كل الاشياء اللي تتعلق بالفضاء بالكويت، لان ابي اي فرصه حق الكويت عشان احنا كبلد نكون في هذه الموهبه يعني. جميل. انت وايضا احد زملائك كويتيين الوحيدين اللي اشتغلتوا في والت ديزني. نعم. هذه على تجربه فعلا ممتعه. أي. اعتقد شنو سويتوا فيه؟ احنا انا واحمد جمال. نعم. كنا مهندسين معماريين، كنا قاعد ندرس في دراكسل يونيفرسيتي في فيلادلفيا بامريكا، وعندهم ديزني عندهم مسابقه كل سنه يسوونها عشان يجيبون ناس يدشون دبليو دي اي اللي هو والت ديزني ايماجينيرينج. ايماجينيرينج هو كل الناس اللي يصممون الاشياء اللي تشوفونها في ديزني وورلد وديزني لاند. مثلا هذا المشروع افاتار اللي كنت انت شاركت فيه فيلم. أي. نعم. افاتار لا مو الفيلم، بس احنا الفيلم كانوا قاعد يسوونه واحنا سوينا المكان اللي تقدرين تزورينه يعني. نعم. اللي في موجود في ديزني وورلد. نعم. في اورلاندو. نعم. اي نعم. فاحنا دشينا المسابقه وطلعنا ثوالث، بس اهم شيء رحنا اخر مرحله، لان لما كنا هناك نقونا وسوينا كم مقابله وحطوني انا واحمد على افاتار. هل انتم اول كويتيين ولا في ناس قبلكم؟ اول كويتيين بالايماجينيرينج كله. ما شاء الله. يعني تجربه حلوه. شيء اي وايد حلو انه يعني احنا كنا هناك يعني عندي الهلمت مالي مكتوب عليه بدر وهني الاسم بدر من الكويت، فيعني هذا الشيء وايد حلو انه وهم كانوا معجبين فينا لان عندنا خبره ثانيه يعني مو مثل الامريكان اللي كانوا ويانا، كل واحد عنده يعني معلومات تخص فيه يعني. فوايد مهندس بدر شنو شعورك وانت قاعد تشارك في مؤسسات عالميه اليوم ككويتي، وشنو طموحك المستقبليه؟ شو اللي تتمناه انت كمهندس اليوم كويتي؟ انا شعوري ان دائما احاول اكون متواضع، بس الشيء انه يعني افتخر انا وايد اكون فخور واقول حق احمد، انا دائما نقول حق بعض انه يعني الاشياء اللي سويناها عجيبه. وشلون صارت؟ احنا بس حاولنا وحاولنا نركز يعني قلنا ترى اللي يصير راح يصير، ويعني بس لازم نحاول ونشوف شو يصير. يعني ما راح شو اسمه يعني ما راح يكون في مشاكل اذا جربنا. والحمد لله الحين يعني انا قاعد احاول اصير اول رائد فضاء كويتي. اول رائد فضاء كويتي؟ نعم. شنو اللي قاعد تسويه عشان توصل لهذه المرحله؟ في وايد اشياء. اول شيء البرنامج هذا رواد الفضاء شيء. نعم. كبير، لانك قدرت تتعرف على كريس هادفيلد، هو اول رائد فضاء كندي وكان قائد المحطه الدوليه بالفضاء. نعم. فهو انا كان المثل العلي على لي من زمان،
فتعلمت منه وايد اشياء، وحتى قدرت اساله يعني انت ايامك كنت ما كان في وكاله فضاء في كندا، فانت شلون شنو سويت وشلون اسس هذا الشيء يعني. فهو قال لي ان ترى حاول تدش بالمجال بالفضاء بالكويت، يعني حاول تدش بالسياسه، حاول تدش بكل هالاشياء، وبنفس الوقت لازم تخلي نفسك يعني لازم تتعلم وايد اشياء عن الفضاء حتى يعني اكثر من اللي تعرفه الحين. يعني قال لي وانا الحين بوقت الفراغ في وايد اشياء قاعد اسويها، قاعد اتعلم روسي، وبوقت الفراغ اخذ كورسات اونلاين هندسه فضاء وهندسه طيران من MIT وهارفارد. نعم. فهذه الاشياء ترى الكل يقدر يسويها ترى بلاش، واذا تبي يعني بلاش، وبعدين إذا تبون verified certificate لازم تدفعون، بس عشان تدرسه بلاش. فهذا شيء وايد حلو، وإن شاء الله بعد بيكمل دكتوراه بإذن الله وتعلم طيران. في وايد أشياء تتعلق بالرواد الفضاء إن شاء الله. الله يعطيك كل ما تتمنى إن شاء الله. مهندس بدر المولى، شكرا لك على هذا اللقاء. أيضا اليوم عندنا فخر آخر للكويت، بس راح يرفع اسم الكويت بالفضاء. ها؟ أكيد إن شاء الله يستاهل. بإذن الله. مشكور الغالي. مشكور. وصلنا لختام حلقتنا، ولكن باكر شنو عندنا يا نجلة؟ باكر راح تكون ليلة لفنان راحل وهو حمد خليفة رحمة الله عليه، يعني باختصار فن الصوت ومحبيه أيضا. طبعا ضيفنا راح يكون هو ابن الفنان وهو صلاح حمد خليفة. إن شاء الله راح تكون ليلة مميزة بإذن الله. إن شاء الله تصبحون على خير وإلى اللقاء. مع السلامة.